الله الله. الله. الله ينور عليك الدماغ. بعد كل احلى متابعين في الدنيا هنعمل لكم احلى شغل النهارده يا جماعه. ساعه ونص هتبدع معانا باذن الله. الله ينور. بالصلاه على النبي. خش. الله ينور. مسافة بعيدة يا جماعة. ضربات كلها دماغ يا جماعة ورعب. وهيكل في الدنيا. صباح الفل يا رجالة أحلى متابعين. نهاركم أبيض بالصلاة على حضرة النبي. صباح الفل. خش. قلب الترح. خش. اللي بيتعلق على طول بيتكهرب. هينزل دلوقتي. هو ساب واحدة واقف يستنى. يلا. تعالى ثاني. الهدايا بتتخانق يا جماعة. واحد جاي بيحش عنهم اهو. مش حتم تاني هيتخانقوا معاهم. نقلوا معاهم يا جماعة. بس كده. يلا بينا. استنى. خش. الله. اتعليت ولا ايه؟ اتفرفر على الشجرة. يا جماعة. طبعا الفل احلى متابعين. لايك يا حبيبنا. الله ينور عليك. خش. الله الله. بسم الله ما شاء الله. مسافة بعيدة يا جماعة. فرفر ايه. مسافة بعيدة. ضربة رقبة يا جماعة. ضربة رقبة. الله ينور. طبعا الفل احلى متابعين. شق الله. الله. الله ينور عليه. الله ينور عليه يا جماعة. ادينا 36 4 ونص 10 على 10. كم حب حبوي. الله ينور. الله ينور. الضربات يا جماعة كلها رقبة ودماغ.
لا نار عليه. كل رجاله احلى متعه معانا النهارده ان شاء الله، يا ريت تتابعوا الفيديو للاخر. الله ينور عليه. طبعا الفل احلى متابعين في الدنيا. لكم معانا لاخر الفيديو. هما يا جماعه بيتخانقوا، هم هيتخانقوا سوا دلوقتي اهو. مجنى عليه ازاي يا جماعه؟ بصوا اهو بيضربوا بالجناح. خلاص هيسقط لنا واحدة منهم دلوقتي. الله الحطب. جيبها يا جماعة نرجع مواد. خش ما شاء الله. مش وقعت في الفحرة. لا انا ولا ابو هيكل. احلى صباح ابو هيكل بيصب عليكم يا حبيبنا. حبيبنا الله. ماشي. الله. تسلم يا ابوك. مع الفل. احلى ابو هيك. صباح الفل. اللهم صل على حضره النبي. هي كده جت يا جماعه وط سنه في كتف عشان خش خش. ايوه اهي تعالى هنا. ماشي. الله. حته واحده. الله ينور عليك. تعالى من هنا اهو. حلقتك ابو هيك. تبع العسل. ضرب الجناح. يا مسافة جميلة 10 على 10. ضرب الجناح دي يا ابو هيك. ماشي خش. بسم الله الله. الله الله ينور عليك. حتة واحدة يا جماعة.
بارك الله ينور. ذكر واحد ما شاء الله. صباح الفل. طبعا يا جماعة اليوم اللي انضربت جت هنا. خش خش. قدامك اهي حلاوتك يا ابو هيك. مسافة بعيد. الله فيها بالظبط. عايزاني فيهم ابو ايه؟ احنا عاوزين اللي في النص ده عشان واضحه. خش عليه. اتنين هما يا جماعه اللي في النص طار. هات لنا ده ايه بقى؟ تقوم يا ابو ايه؟ الله ينور عليه. الله ينور. تبع الكل يا ده في الدماغ. طبعا يا جماعه هو مش شايف هي وقعت فين، لسه على فرع النخل. على فرع النخل هتقعي. وقع انا يا جماعه انا شايف هي وقعت فين، هروح اجيبها. جابها وقع تمام. ماشي الله قتلتي. ضربة حصل يا جماعة. بس انا لو قربت منها من هنا هتطير، انا لازم اخدها من بعيد كده. خدكم معايا. خش. ورا الشجرة. الله ينور عليك. حط شمنطة يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما حضراتكم شفتوا رحلة الصيف بتاعتنا الجميلة. وطبعا يا جماعة أنا خلصت الرحلة عشان خاطر الناس المحترمين كابتن أحمد ومساعد الزحمة طبعا اللي بنورهم النهاردة. تحياتي للمنصورة الأول، لأن أنا ليا شعبية جامدة والناس المحترمين اللي مشرفاني من المنصورة النهاردة. أنا عايزك يا أستاذ أحمد بقى تشرح لحبايبنا كابتن أحمد اللي منورنا
على البندقية بتاعتك الجميلة النهارده. والله بصراحة الحاج أحمد استلم البندقية دي بقالها 40 سنة عندي وعمل لها صيانة ورمسيس رمسيس وعمل لها صيانه بسم الله ما شاء الله. النشام بتاعها اختلف اختلاف كامل كله وجزئي، وبقى قوه الدفع بتاعتها رهيبه. بارك الله فيك. وطبعا احنا زي ما هو قال لنا ما نقدرش نضرب على الهواء. ايوه عشان غلط نحافظ على الجلده يعني، عشان نحافظ على الجلده. بس هي بسم الله ما شاء الله اختلفت اختلاف كله وجزئي حبيب. وهو راجل محترم. بندقيه دلوقتي عمل ايه؟ بندقيه دلوقتي بقى بندقيه الاول. ابو سعد جه برضه. ابو سعد طبعا اللي جه لازم يبقى ماشي برضه ربنا يعزك. هو الاستاذ احمد دلوقتي غير لي البندقيه. انا عندي نفس البندقيه بالظبط، نفس البندقيه، فهو غيرها واداني واحده من عنده مظبوطه بقى بالسوسته بالجلده بالكلام ده كله، وظبطت النشان الخردوقه في الخردوقه ان شاء الله. حبيبي يا ابو سعد طبعا معانا ابو سعد برضه طبعا اللي جاي منورنا النهارده. راجل صياد يا جماعه وعنده بندقيه، ولكن كان الموضوع النهارده مع ابو سعد وكابتن احمد اللي كانوا مشرفينا ومنورينا والله العظيم بصراحه. وانا ليا الشرف ان انت تطلعوا معايا في الفيديو والله العظيم بامان. ربنا يعزك يا كابتن احمد. ربنا يبارك لك. ربنا يبارك لك. ربنا يبارك لك يا سيدي الناس. نورتنا يا جماعه على الاستضافه الجميله اللي انت عملتها لنا والله. ربنا يعز حضرتك. وانا عايز اقدم تحيه جامده للدلتا تمن، يعني المنصوره، بورسعيد، دمياط، لكل حبايبنا المتابعين. لو اي حد يا جماعه حابب يجي يشرفنا انا ببقى متشرف فيه والله العظيم. لا والله الراجل بصراحه مولده ومش عايزين نقول لكم يعني حاجه ما شاء الله ربنا يبارك له. خالد ما شاء الله يعني. تعالى يا خالد اطلع مع امامك عشان تتشرف بيهم يعني. خالد كابتن كابتن. اه طبعا ده القناص بتاعنا الكبير. لنا الشرف والله يا جماعه. ده هذا الشبن، ده من هذا الشبن من ذاك الاسد. ربنا يعزك يا فندم بارك الله فيكم. تعال لنا حدا يا كابتن احمد، عايزك تمس على حبيبنا برضه في المنصوره. تمسوا لنا على حبيبنا في المنصوره. طبعا بتمس على المنصوره كلها، على صيادين المنصوره كلهم، وبنبعت لهم والمنوفيه كلها تمه، وعم محمد طبعا، وعم هاني ابو عبد وابو فرح وكل حبايبنا كلهم. حبيبي احنا يا جماعه طبعا انا اطلع معاكم بقى من تحت كده. احنا متشكرين جدا يا جماعه على حسن المتابعه، وان شاء الله انتظرونا في كل ما هو جديد، ونقول سلام عليكم كلنا. سلام شكون تعمل لايك وشير. ايوه طبعا حبيبي يا كابتن احمد. يلا باي باي.